اهلا بحضراتكم تاني بعد الفاصل. انا قاعد مستمتع ومش عاوز لا فواصل ولا عاوز اعلانات ولا عاوز حاجه، بس ده احنا مجبورين بكده. كابتن طه انا قاعد بس عاوز اسمع، انا مش عاوز اتكلم، لكن برضو عشان نفسر بعض الحاجات للساده المشاهدين عشان ما تقوليش ان انا بقاطع مع الكابتن طه. كابتن طه، احنا اتكلمنا مصدر السعاده بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للشعب المصري بصفه عامه، طبعا مع احترام لكل الانديه الموجوده في مصر. شوف هقول لحضرتك على حاجه. كرة القدم بالنسبة للشعب المصري بتمثل أحد الركائز اللي بتحدد شخصية المصري وفخره وانتمائه. في أشياء المصري بيفتخر بيها وبتحسسه قدام الآخرين إن هو انتماء. تاريخ مصر طبعا وعبقرية مصر في كل المجالات. لما تقعد مع أجانب أو عرب ومصر لها السيادة والريادة في جميع المجالات، مجالات الحياة طبعاً، وفي العلم وفي الفن وفي كل حاجة. كرة القدم بتمثل شيء كبير جدا للشعب المصري، بدليل انك انت يوم ما يبقى في ماتش مهم جدا للمنتخب او النادي الاهلي او حتى النادي الزمالك، نعم، تلاقي الشوارع فاضية الى حد كبير، تبقى الناس مبسوطة، بتوع المرور مبسوطين العملية ماشية. لما كان الجماهير بتروح المباريات، نعم، او حتى لما بيقعدوا قدام التلفزيون. فكرة القدم يعني من الأشياء المفرحة في نتائجها للشعب المصري اللي في كثير من الأحيان بتبقى فيه صعوبة في الحياة وبيجد متنفس متنفس في كرة القدم. صعوبة الحياة موجودة في كل حتة في العالم، وحتى الكلام اللي انا بقوله ده برضه موجود في كل دول العالم. يعني في انجلترا هتلاقي برضه جماهير نفس وفي بعض كمان الالعاب الاخرى، عشان ما نظلمش الالعاب الاخرى بالظبط، بس كرة القدم بنتكلم عن كرة القدم على وجه الخصوص. فبتجد ان ده وقت بيقضيه المواطن المصري في قلق واندهاش وشد وجذب اثناء المباراة، ثم بعد ذلك ينفجر بالفرح بعد هذه المباراة ما بتنتهي، سواء المنتخب او النادي الاهلي بشعبيته الكبيرة. نعم. وايضا الاندية الاخرى. فطبعا اصبح يعني ده ركن من اركان حياة الشعب المصري. سعادة. لو انت في حياتك في حاجات معينه، ركائز، باكل واشرب، بنام، بلاقي مواصلات، كذا بسمع ام كلثوم، بسمع عبد الحليم، الكوره بالظبط، مزاجي انا ايه، وانبهاري في الحياه والحاجه اللي بفتخر بيها في وسط زملائي ايه، كره القدم. فالنادي الاهلي نتائجه الكبيره العظيمه وبطولاته اللي بيأديها يعني كونت مشاعر عظيمه جدا لدى الشعب المصري في ان هو بينتظر هذه المباراه، وبعدها ينفجر او اثناء المباراه بيعيش يطلع بالطاقه اللي عنده، بيعيش المباراه في اثنائها، في الضغوط، وفي الفرح وفي الخوف وكذا الحاجات الى ايه، احداث المباراه اكيد دي اكنها حياه. ثم بعد ذلك ينفجر بالفرح الكبير جدا، ويستمر هذا الفرح طوال الاسبوع الى ان يجي المباراه اخرى.